سيادة النائب محمد العثماني، بس أنا كنت بسمعك وكأنك إن أنت مش عايش معانا خالص. أنا بقولها لك بأمان، أنت بتذكرني إحنا لما كنا في لجنة العشرة والمستشار حسن مسؤولي، كنا عايشين بهذا الهاجس. أصل كان إياب حسن مبارك بيحصل كذا 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 ويعمل أخوان كذا كذا، يبقى أعمل النص الفلاني كذا. كنا بينطفي حرق، اقفل دي اقفل دي اقفل دي. وبعد ما خلصنا الدستور قلنا دستور الضرورة، فرضت هذه الظروف. احنا دلوقتي احنا وبنعدل بتسترجع برضو الماضي. انا لم اكن يعني مش عاوز يمكن يعني الفترة اغلب فترة مبارك كنت في الخارج، ولم اكن راضيا على ممارسة الحزب الوطني. الحزب الوطني لم يكن حزبا، ما كانش حزب اطلاقا، كان عبارة عن تنظيم بيفرض كل شيء. وبعدين ما كانش فيه مشكلة في ان مبارك يكمل 50، ولكن كانت هناك مشكلة في 76 اللي بتتكلم عنها وبتستدعيها، لا وجه للمقارنة بينها. 76 كانت ناقصة تكتب الاسم، 76 كانت بتؤسس لتوريث نظام، توريث نظام. هي تفتكر الناس لما طلع انت طلع في 76 كان في احتقان وكل حاجة، بس الناس لما خرجت هو مبارك يعني كان ما ممكن يكمل، ما فيش مشكلة، ولكن كان في توريث. وكان على فكرة كان بيعد على قدم وساق معروف، لدرجة إن كان الجميع يهاب، بل بالعكس أنزوت الرئاسة الفعلية وظهر الرئيس هذا الشكل. دي حقيقة محدش ينكرها. فبالتالي إن هذا لا يمكن، لا يمكن أن تعاد هذه الظروف إطلاق، مستحيل. ولذلك ان انا لما قلت لك لا مساس ب 226، وانا اربع بنفسي انا امس بالمدتين، واللي قال محمد غنيب بس اللي قال الدكتور صلاح وهي نقطه قانونيه، الاثر الفوري للقاعده على طول. ما الذي يصدر قانون بيسرع على كل الجميع، زي لما ارفع المرتبات لازم يسرع على طول باثر فوري. فبالتالي ان هذا الاثر الفوري بيطبق، وفي خلال المدتين في اقتراح متقدم من اللجنه 6 و6، ايه هو المنتج اللي هيخرج من هذه اللجنه التشريعيه؟ انتظر لترى، انتظر لترى. فبالتالي لا يمكن الامن يتدخل. طب احنا عندنا لغاية 24 موجود اشراف قضاء، الاستفتاء اللي جاي ده قاضي على كل صندوق. يعني هل القاضي اللي انت بتترافع قدامه وقدامي هيقبل ان واحد يقول له يمين؟ اعتقد لا، ثق تمام الثقة ان هتمر، والانتخابات القادمة هتمر، ولن يتكرر نموذج الحزب الوطني إطلاق إطلاق. ستكون هناك حياة سياسية متعددة الأحزاب، متعددة الأحزاب، وأنا بقولها لك متعددة الأحزاب إطلاق، أنا بقولها لك إطلاق. وأعتقد إن الأمن أعتقد يربأ بنفسه أن يدخل في إيتون السياسة إطلاق. لا بقولها لك كل اللي هي بتسمعه هذه هواجس، أنا بقولها لك، أنا بقولها لك، لن أنا بقولها لك، أنا بقولها لك على الإطلاق. أعتقد أنت الكلام أصلا الكلام أحيانا بيقال ويمشي زي كرة التلج كده، الكلام ده أنا بقول لك عشان كده قلت لك أنا والله بسمعك وكأنك أن أنت مش من بيننا. أنت تكلمت وتكلمت في المبدأ وتكلمت وفيه معارضة هنا تكلم، وأنا تلوت خطاب
الاستاذ الدكتور او استاذ الدكتور محمد وبني ما كان ممكن ما اديهوش تلوم، يعني لان هذه القامه والقيمه وهو احد هيئه المستشارين على فكره. فبالتالي اعتقد ان انا ما بقولكش احنا بقينا اوروبا، يعني الديمقراطيه عندنا بقت زي اوروبا، لا، بس ان انت ما قطعته من فترات اعتقد لا لا. طب نيجي اما في طيب ايش رايك بقى في معارضه هنا لا يمكن كانت تتصور النتيجه، وتقعد في القاعه دي وتتكلم وشباب منهم على فكره اخرى، ولكن ان انت في نهايه الامر انت بتقول رايك وانا بقول رايي. وعلى فكره هناك، يعني انا لسه كنت بتكلم على مجلس الشورى قلت لك انا من قدت حمله الغاء في لجنه العشره، بس ده اقتراح متقدم انا مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه امر تاني. لو ان انا سالتني لو سال ما هو انا لو قلت رايي وانا على المنصه يبقى بصادر على حقكم انتم، فبالتالي ما اقدرش اقول رايي. ولكن ان انا لا، فانا لا انا بقول لك انا من قلت حمله الغاء، بس دلوقتي اقتراح مقدم لا املك الا انا اخليه يمر بخطواته الدستوريه. ولكن انا اطمنك ان مصر اتغيرت، يعني اعتقد ان انت مدرك ذلك وانا مدرك ذلك والجميع مدرك ذلك. السيد النائب عاطف عبد الحميد.